السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة اليوم أنا أراها ليست حكمة، خلينا نقول من باب تعايشي ورؤيتي وفهمي للحياة. أتعرفون ما الفرق بين الإنسان الوسخ والإنسان الشريف؟ حقول لكم إيه. الإنسان الوسخ المنحط هو اللي يقابل الشريف ها ويقول له، أقصد يتهمه أنه به كذا وكذا 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 وكذا، ويقتله ويخطفه ويصوره في مواضع ويضيق عليه الحياة، ها يضيق عليه الحياة، يجيب خامس أجر عن أقول لك كيف يقعد له على قولك، وفي الآخر ويدعي أنه الكامل والأعلى والأجمل والشريف ينظر بنظرة الشفقة زي كذا. طيب طيب طيب، هذا هو الفرق بين الإنسان الشريف والوسخ. كفانا الله شر الوسخين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.